مرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. اليوم غادي نصاوبوا افغاني سوجي حلوى. وهي الحلوه كتقدم في رمضان وهي من المطبخ الافغاني، وغادي نتوكلوا على بركه الله باش نشوفوا الطريقه كيفاش كتخدم. في طنجره عاديه او مقلاه ما كتلصقش، وضعت كاس ديال السميد او الدقيق الفينو مع كاس ديال الزيت وعلى نار هادئه متوسطه، وغادي نخليهم كيطيبوا مع التحريك تدريجيا حتى يولي الخليط ديالنا بني، يعني هذاك السميده تكون طابت. وغادي نشوفكم من بعد. هنا وضعت جوج كيسان ديال الماء اللي غليتهم ودفيتهم في زلافه، وضفت له كاس ديال سنيده او سكر دقيق مع ملعقه صغيره ديال حبه الهيل اللي هي غبره، وغادي نحركهم تدريجيا حتى يذوب لنا داك السكر، وغنضيفوا هذا الخليط للخليط الاول. كما قلت غادي نوضعوا هذا الخليط ديال الماء والسكر مع الخليط الاول ديال السميد والزيت، وغادي نحركوا ونرطوا بالنا باش ما نحرقوش نفسنا فاش نزيدوا داك الماء مع السميد، وغادي نحركوا مزيان وتدريجيا وفي على نار متوسطه حتى يرجع لنا الخليط متجانس وفي نفس الوقت ثقيل تيك بحال العجينه ديال التشورو. انتما كما كتشوفوا الخليط ولا دنيا الخليط ديالنا ولا متجانس، وغادي نستمروا في هذه العمليه حتى نحصلوا على النتيجه بحال هذه. وغادي نقطبوا الطبق ديالنا ديال افغاني سوجي حلوى، وغادي نخليها تبرد وكنقدموه بالشاي. وكنتمنى ان هذه الوصفه تكون عجبتكم، وهي وصفه من المطبخ الافغاني وكتقدم في شهر رمضان المبارك. كنتمنى شهر مبارك للجميع، وكنتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، ونلقاكم ان شاء الله في حلقه مقبله ووصفه جديده. باي.